البحر، هكذا. لكن محذر المواطنين من نزول البحر. معايا يا ست الكل؟ ايوه لان الناس بتيجي نص الغرقه بيجوا من الاقاليم، ما فيش واحد من اسكندريه بيغرق، ما فيش واحد من بورسعيد غالبا لما بيغرق، اللي بيجوا اللي هم بيجوا يقضوا اليوم لا الواحد. ليه، ده انا لسه بنقول البحر ملوش كبير حتى لو غطاس. اكبر غواص في جمهوريه مصر محمود القرش، ايوه البحر خده من حاجه و20 سنه ايوه وجثته ما ظهرتش لحد النهارده، مش لاقيينها. ده وده كان وتفسيرك ليه ايه بخبرتك؟ اسطوره الغوص في العالم. معايا ست الكل؟ ايوه والله ده اللي كان تسلم اكسبريس والسلام معانا بينتشر الجسامين، وغواص مالوش حل مع كابتن محمود القرش الله يرحمه، الله يرحمه. لحد النهارده ما نعرفش جثمانه فين. ومن هنا بنقول ان البحر ملوش كبير، ملوش كبير، ملوش ملوش كبير. كبير. ونقول بقى بلاش الفتوانة وفتحة الصدر بقى، ونقول ايه يلا ندخل جوه في ما عندناش ثقافة نزول المية، ما عندناش ثقافة البحر. صحيح. البحر، البحر غدار، ايوه البحر غدار. أنا مطلع 1500 غريق لحد النهارده في 45 سنة. الأسبوع ده مطلع 6 غرقانين. إيه أنتوا، إحنا بنعمل في نفسنا كده ليه؟ لازم ايوه يبقى عندنا ثقافة البحر. ايوه الست اللي واخدة حلة المحشي وواخدة أولادها وقاعدة تكلم صاحبتها، عينك على ابنك، بص على ابنك في المية كده، إن شاء الله ما أكل، بص على ابنك لحد ما يخلص ميته خديه وأكليه. الستات بيطلعوا يقعدوا يتكلموا، والرجاله بيطلعوا يتكلموا، واولادهم بتغرق في الميه مش حاسين بيهم. للاسف ما عندناش ثقافه اللي انت رايح البحر. البحر ثقافة بقى ان انت رايح البحر لازم تبقى لابس ومأمن. مأمن نفسك، النهارده اللايف سواء بقى جاكيت، عن طريق العوامة، سواء بقى لا عن طريق العوامه، لا العوامه، لا اللايف جاكيت، اللايف اللايف جاكيت جاكيت. ما يجيبش 100 150 جنيه ويقعد معاك. العوامة لا، ليه؟ ما قول للناس ما تستخدمش العوامة ليه؟ الاطفال بتستلف من العوامه، بيقعوا من جوه العوامه ما بيغرقوا، اهلهم ما بياخدوش بالهم. مع لازم حضرتك اللايف جاكيت. هيجي في اللايف جاكيت، واللي هو اللايف جاكيت اللي مش اللي بيتنفخ، امال اللي هو ايه؟ الفوم، ماده الفوم. لازم ماده الفوم اللي ايوه بتوزع على المراكب الانقاذ والكلام ده. لازم الناس تنزل بيها. صدقيني ما بيجيبش 100 جنيه او 120 جنيه. انا مش بتكلم في السعر، انا بتكلم في انه عشان تبقى الناس عارفاه. ده امان. انا فهمت منك اللي بيتنفخ، عشان كده بقولك. لا اللي بيتنفخ لا، بنجيب اللايف جاكيت الفوم. ابعدوا الفوم. عن فرد الكاوتش والكلام العك اللي بيتعمل ده كله، ما هياش امان. ايوه ايوه كل لايف ده مش جاكيت. صح. لايف جاكيت لو خدك البحر تقعد اربعه اكتر وقت شايفينك، لا ايوه قدر الله لو في حاله وفاه جثه فوق الميه. هاي الست الكل، ايوه ايوه ربنا هو الحافظ يا استاذ يا هشام، رب في ربنا اجازتي يستر يا ويعدي رب السنه دي على خير، يا رب. لان نسبه الوفيات عاليه جدا 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 جدا. صحيح صحيح. بشكرك استاذ هشام، بشكرك شكرا جزيلا.